السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في قناة الوطنية في برنامج الدوار. في العادة من دوار الدوار، والمسكين مازال يتسخن على العرعار. تبارك الله عليكم. اليوم راني عاود في دورة واحدة أخرى، راني متواجد في ضواحي ولاية السعيدة. لاباس لاباس غير الحمد لله. كي سمك الله؟ سموني قديديش الميلود. الميلود ها هو ده سليم. قال لك جا عندك. مرحبا بك. الدوار تاعنا حنا يقولنا دوار بني سنوس في بلديه سيدي بوكر ولايه سعيده. دوار بني سنوس. دوار بني سنوس. بني سنوسكم تاع تلمسان. بني عام من هذوك من الفاميله تاعنا. سما محرز ما يجيكش؟ لا هذوك غاشينا هذوك هنا محرز لي على السيتي. هنا عندنا تلفنكاوي، هنا عندنا من فماتنا كاين قديدش وبالهادي والطيبي. قديدش بالهادي والطيبي. والطيبي هذا المنطقه هنا واسمها هنايا. هذه هي المنطقه هنايا يقولها المنطقه هنا يقولها المهتز. المهتز. مهتز. ايه في دوار بني سنوس. دوار بني سنوس. نشوف البطوله. فرعه البرواق هذه يقولها الوطي هذه. فرعه البرواق. فرعه البرواق. ايه. اي تريب ياسم هنا وصلنا. هنا وصلنا. هاي تبعني. امين. احكم لي تشوف هذا. يا ربي يا ربي يا ربي. هاي تمشي عليك. اي تريب هيا وين نروحوا الحاج؟ نتكلوا على الله. اشوفوا صار عند الحاج. الحاج راه مغبون. الحاج راه مغبون. روح لي من امين. شوف حتى عندك الاخرى البلاد هذه هي منا ومشات القرى. صاير شوف البلاد وك نصور هذاك الزيتون نهار هناك. شوفي هذه كان نهار الدوند واحد الغلم راه فيها. شوفي شوف جماعه بعدا ومن بعد نقصروا غايه. اهلا كي راك الحاج؟ لاباس بويا. كي راك؟ راكم لاه. لاباس. لاباس بويا غايه. كي راك؟ راكم لاه لاباس. الحاج عيد هذا سيدي. هذو ولاد عمي. هذو كاع ولاد عمك؟ كاع راهم داخلين معايا في القضيه هذه. القضيه هذه ولاد عمي وكاع رانا نشارعوا على هذه البلاد. اي صح. شوف الحاج قبل ما ندخلوا للمشكل تاع المشكل تاع المشكل حبينا نعرفوا الناس بالمنطقه هذه. اي هذا دوار هذا تامن. الدوار تاع بني سنوس يقولنا البكاكره. هذو انتم كاع تسكنونا؟ كاع تسكنونا. هذو ولاد عمي. هذا الدوار تاعنا تاع بني سنوس هنايا. هذا هو احنا رانا نسكنوا هنا. هنا احنا مجدود مجدود بكري كاع راه شحال من جد هنايا. هذا الملك هنايا كان تاع واحد يقول له جلول. ومن جلول ولا واحد كاين احمد. ومن احمد يقول له عثمان. طيب. ومن الطيب عثمان. ومن عثمان عاد سكن جدنا حنايا يقول له احمد ثاني. من الطيب احمد. عثمان. من الطيب احمد. يعني من عثمان. من عثمان احمد. ومن احمد هادو ولاد اولاد احمد. كاين احمد ولد احمد وعثمان ولد احمد وزيان ولد احمد ومحمد ولد احمد. اربعه هما باتنا وشاريين من عمامهم هنايا. العقود بالعقود. ها هما العقود. لا لا سهل نصورهم هذو. العقود هادو من تو حنايا فايتين في معسكر بنت كي تو عثمان كي تو معسكر ولا سعيده. لا بكري كانت تابعه معسكر. دار تراب كانت تابعه. دار تراب. دار تراب كانت تابعه معسكر. ومن بعدها ذكرها هنا في سعيده هنايا. تبدلت سعيده. احنا مخرجوا العقود تاعنا باللي في مقام اللي كانت في معسكر. صح. واليوم احنا يا من خرجت الكاداس. بس استنى قبل ما نروحوا للمشكل. هنايا كاع الفاميليا كوبانين هنا. هنا ها هما وين شوف. صح. لا لا غير روح لي من الحاج. كلشي نصور كلشي نصور. روح لي منا الحاج. روح لي منا. غير وقف هنا. غير وقف هنا وشوف فيا انا. نعم. وهذوك كاع اللي تهضرهم غادي نصورهم واحد. نعم. هذا الديار هذا.
هادو كسمة معاون يكون بالريفي بعدها الريفي عطانا 50 هذه هي ها هي وين والماء اشتكينا عليه اشتكى ما بغاش يعطونا الريفي والماء اشتكيت انا كان وقت بوتفليقة ومن الغالي الوالي هنايا غالي تروح عند الوالي من الغالي الوالي ما بغاش يساعدوني اشتكيت للجزائر بحكوني عند الوالي اشتكيت دخلوا لنا الطريق والماء قالوا لنا نعطيكم الماء فهمنا احنا ولا رئيس البلديه قال لي نعطيهم الشاطو ويعطونا الماء ما نخلصوا ما يحاسبونا عليه في الشاطو في الارض في المقابل نعطيك حاجه وتعطيني ونعطونا اليوم قالوا لنا راهم جاونا قالوا لنا بلي الماء هذا هنايا غادي ندير لكم لاظانات ونطيقوكم بالوقت وحنا نسكنوا برا نسحقوا الماء بزاف داك من الشركه هذه كانت البلديه ما كانش تحاسبنا على الماء واليوم عطاوها للشركه هذيك تاع الهيدروليك الهيدروليك اليوم قال جاوا هنا داخل اليوم قالوا لنا ندير لكم السبابيل وندير لكم كونترات والماء نطيقوكم غير وقت حنا الوقت ما يكفيناش عندنا زوايل عندنا ها محفروا لنا شاطو هنايا والشاطو هذاك في ارضكم في ارضنا ها ديال الارض تاعنا هنايا وين شاطو قالوا لنا نعطوه لكم للدوار من بعدها داروا له تيو طلعوه لفوق للفيلاج ومن بعدها قال لك الماء هذا ما يصلحش للشراب راه مبلعين نهار هوينا ماشي يصلح هذا مانيش عارف قال لك الماء هذا ما يصلحش بالك غير الدوش يصلح مش عارف للدوش مش عارف غير دايرين هما تينا زواق باللي راه نحفر النحاسي ما حسيناش الله يعلم وراكم تشربوا ولا والو زيد على الريحان جاب الكرشاء والمصراب الحين جي والبين جي طياب الاكل شوف الحجم واه هي راني نشوف هذو عندهم ارض ايه وهذه بكري الدوله اقترحت عليهم قالت لهم اعطوني مورسو تاع ارض عمليه انا عليا انتم عليكم الارض هي. وانا عليا الشاطئ قالت لهم شاطو مليح عربي بقاو يشربوا منه هاي بصحتهم وراه في شحال من عام وهذا الشاطو تبلع تبلع البلديه عاود بلها فروجي اي حاجه ولا تبغي تخدم ما تشاورش لا ما تشاورش هاي بصح قالت لهم يا ودي ديك العلاقه ساي انتهت كملوا معاهم قالت لهم لا كان تشربوا الماء تشربوا بالدرهم يا حسن عاون هاد الدوله بصح يا الموا هاي هذاك الارض نتاعهم يا بليس فهمني ارضهم ولا ماشي ارضهم شربوا ولا ما شربوش ايوا شربوا دوشوا ولا ما دوشوش اودي وردوا الحمير ولا ما وردوش يا ودي اسقاو ولا ما اسقاوش اسقاو هو باغي تحمقني درك يا بصح هاد اتفاقيه الطول معاهم واش من اتفاقيه الدوله تسحق صوالح تديهم اسيدي هو باغي يستعمروها هو ها يمشوا يشربوا الجي ولا يشربوا ليمونات راها بارده يا ودي برك ما زعقا لا بليز انا راها انت راه غير هذوك اللي بغى يتوضا يتوضا يتيمم هذوك اللي مسكينه بغى يدوش يدوش موزايا ها الله ينعس يا ودي الله يسهل عليهم الماء هو الحياه يا الحاج موا ها بليز قال لك خير الناس هي. يا عدوا ولا ردوا يا راه عرفوها بصح هما عدوا هضروا كي يردوا احنا نشربوا من الشاطو ولا نتاع الفيلاج يلحقنا الماء عندنا الماء الحمد لله ومن مشكينا داروا لنا الماء عطاونا داروا لنا تريسينتي هو تريسينتي خدموا لنا الطريق عندك الطريق غشونا فيها الطريق من خدموها لنا النهار الاول انا رئيس البلديه اللي كان هنايا قال لي راه غادي يخدموا لكم عطاونا لكم واحد 2 كيلومتر ونص يخدموها لكم كودرون بالطابي ومن بعدها احنا ما خدموها لنا ما خدموهاش بالطابي قال لنا خدم واحد الايام هنايا هذاك الارتيزا وقال لنا راني غادي فوت رمضان ونجي رفدوا ماتيريالها وروح ما ولاناش كاع بالك ما طاوش هو ثاني الطريق راه ضايعه اليوم راه ضايعه كاع كان فيها واحد 100 متر ولا ليها فيها شويه قاعده حاس كاع من داك الشيء ونقولوا لاباس شوف الحمد لله الحمد لله احنا الحمد لله ربي أيوة. شويه صوالح توفروا لنا شويه لاباس لاباس الحمد لله بصح في القضيه اللي رانا مغبونين فيها ورانا محقورين فيها قضيه نتاع الكاداس من ما خدمتناش خدمتنا في بلادنا هنايا اسمح لي هذه الارض شحال عندكم فيها 70 قطار 70 قطار نتاع عثمان ولد الطيب باسم عثمان ولد الطيب فيها وحدين بايعين لواحد الاولاد ديال الحبيب بايع للقاوري حقه من ولاد عثمان هذا والاخرين ورا شاري منهم انا وكاين واحد وريث شاري منها هاد السيد اللي رانا حنا وياه الشرع عليها شاري منها 3 هكتارات ودخل فيها وثاني ودخل بها شاري 3 هكتارات ونص راه مفلحها هاي راه حارفها عليه الدين تاعه 3 هكتارات ونص لا بصح هو راه داي داي 5 هكتارات 2 هكتارات زياده 5 هكتارات ونص و60 عار زعما انتم تستعرفوا باللي ثلاثه تاوعه ثلاثه مستعرفين فيها باللي ثلاثه ونص تاوعه وزوج ماشي تاوعه خاطيه تاكتارون تارون 60 عار خاطيه صح فايته في راه داروها بالكادص ها هي وين دار لي الحد هنايا ثم خطاوي ما بيني وبين سكنتي هنايا
ها هو وين راه حرمني مها راه ماناش ما خلناش نحرفوها ها هي وين هنا ها هي قاعده بالسكير هو بلادها راه اللي دايرها حارفه مع العرعره هذيك راه حارفها هي حارث لا معليش معليش هذه شوف ها نعم ها يا خريبي دوك انتم ليفري عندكم احنا ها بكواغتنا بعقودنا كنت العقد تاع عثمان الفريضه تاع عثمان من معسكر هاني كيقولها صفيا صفيا العقد كل شيء عندنا احنا تما كاين زوج قطارات ثلاث قطارات و60 عار صح هذه خمس ثلاث قطارات ونص صح شاريها عنده كوارت عنده بكوارت هاك كلشي هذه شاريها من عم با بصح عندها كوارت عندها كوارتها ها رايح يحرفها راه ديها يشتغلها وهو راه زاد دخل لنا في بلادنا احنا سما دوكا كنت تسارعوا على هذه قطار ونص ايوه ودخلتوا بها شرع دخلنا بها شرع واش قالوا احنا دخلنا رانا من 2006 درنا له تعرف في الكاداس ورانا شارعوا فيه لليوم النوبه يقولوا لنا راكم ما شهرتوهاش ها هي عندنا الورقه هنا ورفضوها نحن مشهرينها هي المشهره فيها نوبه قالوا لنا الفريضه ماكش دايرينها نتاع نتاع عثمان احنا عندنا الفريضه نوبه عاودوا قالوا لنا راكم هديتوا لنا نوبه قالوا لنا راكم اسم من تحدوا اللي انا مضادين راكم واحد المراه قالوا لك ما درتوش اسمها رفضوا لنا عندنا الفايده من 2006 راه كل خطره يرفضوا لنا الحاجه الألفين رحت للجزائر 2018 طلعنا للجزائر 2018 انا رحت شتكيت للجزائر الهيتة ودرت لهم بريه قالوا لي روح عند رئيس المحكمه هنا تاع سعيده يفهمك مرت عندها قال لي انا نوجهك ما عندي ما ندير لك صح نوجهك وين تروح قال لي روح اشرحهم في الجزائر شو قضيه فوق درت ولد الخريف وطلعناها للجزائر صح ساعدونا في ماتينا الغاو لها عليك وقت هو ما تاعش كواغطه للان ها هي وين هنا الورقه الوثيقه وقالوا لنا نعطوكم روحوا عندهم في سعيده يعطوكم خبير وشرعوهم في هنا في هنا هنا في سعيده خليه يبيع للرعيان جاب الكرشاء والمصراب الحينجي والبينجي طيبت الاكل وهذو مالهم ها يا الحاج موياه هذو ها شاف الوراثه ها الوراثه واش نايض على الورثه اللي مات ها الورث واعر اودي الورث راه واعر هو اللي خسر بين الناس وراه يفركت عائلات ايه 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 على بالنا على بالنا جيب من التالي اش قال هذا الذيب واش قال قال لك لا يخلي الورث ما يورث سمى الذيب راه يهضر الذيب هاك اللي كان يهضر ايه واليوم اليوم راه يهضر اه يهضر هذو هي في وقت العشريه السوداء هاي هذو هجروا مشاو وقعد ثم واحد كيف جات الكاداس تاع مسح الاراضي هي جات له مورسو اي والله يسهل عليه ايوا ناض واحد من الفاميلي بالك لا فاميليا تاعها راه معاه في النزاع في النزاع هذا الكاداس هي اللي عطاته يا وبصح هما علاش هربوا ها العشرية السوداء الخدمي كانت تلغى مالك يا بليز العشرية السوداء غي عليهم يا هو هذاك اللي قعد علاش ما خافش وما هربش يا ودي هرب صاحبي والله هرب ربك ايوا بصح من بعد كي الحالة تأمنت شوية وبقات الناس دور ولا هي اللي ولا الأول يعطوها له استوت ما ظلموش ما عندو هو الأول يعطوها له الكاداس مسح لها على اسمه إيوا واش يسالوه هذا يقوموا يطالبوا بحقهم لكن ما كان له حق لا والو هذاك هو الأول ولا من العشرية السوداء كما قلت أنت أجبر الذيب يهضر أعطاه بلاصة وصاي نتاعهم أصاحبي نتاعهم مالك يا انا ما خلني نتاعهم ولا ماشي نتاعهم هذا ولدي تقاتلوا عليه الله ينعش الشيطان ابا حنا قلنا لك وفهمناك باللي اللي ولا الاول واش مرض الذيب يهضر هو مول الارض بصح هذا ورث الله ينعش الشيطان انت قلت الذيب كان يهضر الذيب هدار هو اي صاي هو حضر له مش رانا هنا في سعيده عطاونا خبير الخبير هذاك جاء شاف هنايا واستعرف قبلوا لي توفى خبرت توفى قبلوا لي توفى انا رحت عندها في 8 ايام قال لي يا ودي هادو الناس ما عندهمش كواغط
من بعدها من تو... عندهم كوارت ولكن غير على 3 هكتارات. اي لا 3 هكتار لا عندها 4 هكتارات ونص. عندها هكتار الهيتينا راه في القطاع اللي من الهيتينا وهكتار و 3 هكتارات ونص هنايا. هذه من توثى هذاك الخبير ب 15 يوم فوتوا لي الخبره. درت بريه ودخلت على رئيس على المحافظ. قال لي روح دير بوغادو وتاع المشاكل تاعك. عاود دخلت على رئيس المحكمه ثاني جاني في نفس الشيء قال لي انا ما نصنتلكش روح دير بوغادو وسيب الله ودفع لي الشرك. درت بوغادو وانا قلنا له هذا السيد هذا راه مات الخبير هذا وانتم راكم خلصتوا علينا هذه الخبره ب 10 ملايين واليوم راكم تفوتوا فيها خاصك تعاودها تعطونا خبير واحد اخر. حكمنا هذاك حكم القاضي حكمنا قالنا هذه البلاد بلي راكم في 15 عام ما شارحتهمش هو يشتغل فيها اليوم عطاها له هو عطاها الحكم هو له هو ساعد له الحكم له في هذه كثر هما يتبعوا الاوراق الحاج زائد زائد في الخبره هذا دخل لنا شو كثارات هي الفريضه تاع عثمان دير اسم وهذا ما عندناش كاع في الفريضه باللي زوج كثارات اللي هديها لنا هنا باللي راني شاريها على فلان مصور راك نقول بغيت نفهم حاجه تحكي فاش كاع عندكم الاثباتات هادو وعندكم التعرقيل وراهو مشكل التعرقيل راهنا عندنا حنا ما حسيناش كيف ترى ما يعرفش خطاس لا خطاس خاطئ ياك لا راهنا في المحكمه الاداريه فوتنا خطاس دروك حنا شرعنا خطاس خطاس قال اشتغل لهم احنا عندنا في الكواتا وحنا 50 قطار هذه نتاع الشوابين شارينها الشوابين بلا الحق نتاع بواهم في هذه 50 قطار حنا داروا لنا 28 قطار في كاداس والاخرى وين راها؟ ها عند جوارينهم دينها لنا جوارين وحنا من دخلناها للشرع شراهم يقولوا لنا ما راهمش يتبعوا لنا كواغطنا هنايا ويتبعوا الاخرى راه كل ساعة يجيب لنا يرضونا على حاجة قال راكم ما جبتوناش حاجة يعرقلونا في ذنوبة مين طلعنا لهم كاع كوغط وطلعنا لهم الفريض في احنا في 2006 درنا الكادوس تعرف قلنا لهم بلي هذه البلاد راكم عاطينها للناس تعاودوا لنا التحقيق ما فيها والو ما فيها والو وكل واحد يدي حق ما تعرفوش بينا المهم شرعنا في الجزائر اللي عطاونا الخبير هنايا الخبير هنا عندنا هنايا واش هذا الخبير ميت هذاك تفوت خبره وعام ولا ميت شكون اللي تناقش ما عندكش اللي تناقش هيا رانا وزادوا عطاوا الحق قال في هذه نتاع زوج قطارات واه الحكم تاع الجزائر انا قلت على عطاونا الحكم وانتم راكم تطالبوا دوكا من السلطات تعاود دير تحقيق هنا انا طالبين السلطات وزير العدل وزير العدل يهضر معهم هنايا حنا المشكل تاعنا راه في المحكمه الاداريه ما راهمش يتبعونا كواغطنا نيشان راهم غابنينا في المحكمه الاداريه وخلاص داك حنا المحكمة الإدارية تعاود لنا كاداس يتخرج لنا كاداس يخرج يعاود يحقق أنه يلغى هاد هاد الليفريت اللي هم دايرينهم الليفريات ويحقق لنا شكون اللي عنده البلاد هنا وشكون اللي ما عندهش اللي عنده كواغطا يديهم هذا اللي شاري بالك هي راهي شايفة باللي هذاك حقه نشوف حنا كاداس كنا عاود تخرجت لنا ونكونوا حاضرين هكا وجاب لنا كواغطنا وتحقق ثم تينا نستعرفوا بها ما تدي لنا هذه كلمة ما تدينا حقنا ما تعطينا حق الناس احنا نعاود كما قال احنا نوجه ثاني نداء تاعنا منا لهذا السلطات هذو احنا لا الكوارق انا والله لا باش كما قال هذو دوك الناس عايشين هنا دوك هذو غادي يقعدوا غير متنايفين على جال شبر في الدنيا هذه كاع هذه ما كان والو شبر دوك هاد الناس يقعدوا غير متخاصمين احنا نتمناو ان شاء الله عاود السلطات تاع ولاية سعيدة واه يجوا يديروا تحقيق تحقيق هذا مكان وكل واحد ولا بقات هذيك الزوج ما يديها لا هذا لا يديها هذا تديها الدولة سيدي علاش يقعدوا يخلوا الناس كما قال يا انا بلادي إيه؟ يا سيدي لا معليش احنا سيدي احنا شو صلى على النبي احنا ناكلوا عليهم ربي ويعطونا من حق الناس احنا يعطونا حقنا اعطيني غير حقي يعطيني غير حقي انا بلادي هذه تاع جدني ونتاع بابا راه شاري ماشي غير جدي بلاد تاع جدودنا راه في تلف جدود ولا يجيوها يعطوها لواحد اخر اليوم يخلوني انا قاعد عمرك ها غايزتني غايزك واه غايزتني هنا راه داينا 9 قطارات منا وهنايا راه داينا قطار ونص ها هنا احنا يعطونا غير حقنا هاد المحكمه يا ودي عاود يحقونا يعطونا غير حقنا هنا المشكل هنا عندنا رانا في هذه من 2011 رانا غير هنا في دار الشرع هنا في المحكمه الاداريه مع داك الانتريك راك طلتهم
رجعوا التصوار تاعك واخد وروح خلص خلص الخبير روح خلص بلغ لهم عند اللويسي 27 واحد بلغ لها عند اللويسي رانا في ما طوناش دوار انا شرعوا فيه ماشي غير واحد دوار والله الا دوار 27 واحد قعدت بالغله وحنا اللي اشتغلوا فيها ربعه تاع الناس ومن روحنا عند رئيس المحكمه قلت لها ولدي انا غير ربعه تاع الناس اللي هم دايرين لي بلادي قال لي لا تبلغ لهم كل هاولي هون بلغ انا ذاك النساء مساكينه وكان اللي راها في بشار خصك تجيبهم هاو خصك تجيبهم ما تضحكش الحاج جيبهم باش ما تندمش من بعد جيبهم انا كاع فيك خاص ماشي صغالين بصح لان نتبع الانسان اللي يشتغل اللي يدي لي البلاد يشتغل فيها ذاك انا في نقطه نظلم واحد انا في عمري 64 عام نظل نتبع في هذا يجروا فيا كيما هكا صغير عليا الحاج على بالك راك صغير عليا الله يبارك بصح انت وجهك الله يبارك النوار اش انسان مولا خير لا لا ربي يحفظكم ان شاء الله ربي يحفظكم احنا والله العظيم صراحه احنا كي نتنقلوا لبرامجكم هكا نصورهم احنا مانا ضد اي انسان هذا راه يهضر على حقه وحنا ماناش كونتر هذا الانسان هذا هذا هو يقول لك انا عندي كوارط ويقول لك هذا عندي كوارط معليش حنا نعاود نوجهوا ثاني النداء تاعنا للسلطات باش يفكوا هذا النزاع فقط خاطرش هذيك تصورها في اليوتيوب هذه ما تحطهاش والله تعرفني دير غير فوطوت والله لا لا تخاف ان نغلطوا في كاش كلمه ولا لا تنحسب علينا محسوبه عليا لا هي سيفلي هي خاضاس لا تخاف يطيح لها بورتاب ويعاود يفوتها بعد لا عادي دوك بكري سي فري اسم النهار اللي فاتت خاطر ما كنتش هنايا ما كناش انا كنا في الفيس اسمح لي ها واش هو كيف الارهاب في قيس الارهاب وانت هربت علي من الله اي الى داولي 222 راس ومنحت ومنحت ابو خراي صاي فهمت فهمت وصاحبي قتلوه خلي خلي هذا الحاج وهو ما كناش كاع نطعنوا هنا وا هربنا للفيلاج ما كناش طعنوا هنا هو جاب الكاداس فوت ماشي هو جاب الكاداس خرجت وا الكاداس خرجت مثلا مثلا ذاك الوقت انا كنت ندور منا بكسكو بكري كانوا هكا زعما انا ندور منا يجي الكاداس انت واش كدير منا انا نقدر نقول له بلي تاعي وا قالها بقينا وكاء ونحلم معانا وشبح الكبلة ما يضرنا مولانا شكوى الربي هنا نقولوا يعني مأساة الملف تاع الكاداستر في سعيده وسوف يفتح سوف يحين وقته ان شاء الله نفتحوا ملف تاع مسح الاراضي وتسجيل املاك عموميه بس بخواص يعني جرائم ورا جرائم في سعيده هذه نسملكوها وما عطاء من لا يملك لمن لا يستحق تريز اتونسيون مدير مسح الاراضي بالك لي 100 هكتار ريستون ما تزيدش تغلطوا فيهم برك باسكو ماهوش مغلق الملف تاع المسح في سعيده مازال ايه ان شاء الله ما تغلطوش في في لي سون اللي غلطوا فيها الاولين يتحاسبوا عليها اسكو درتوا قرار تاع اجراء الاستقصاء العمومي اسكو درتوا لا بروسيدور تاع طلب استقصاء عمومي ها يفو ديكلاري لونكيت بيبليك هذه هي لا بروسيدور انا دوك انا كل سكتور نقريه واش يخدموا يا اخي نهار تعود راح المسح دير قرار دير اعلان دابور كان اعلان وانت درتو القرار تاع الاعلان ثم ديتو قرار في 91 وراح يديروا لونكيت دركا 2023 انا محقورين مرحله من المراحل اون 2023 شحال عندها من 91 لهنايا 33 عام عاش من عاش وزاد من زاد ومات من مات الوالي تاع سعيده انا شايفينه بالله يدور وش عام واحد ما كان بغاش يخدم راه وقفه من الخدمه تاعه ورانا نطالبوا فيه يتبع لنا سيد الوالي يتبع لنا كاداس هذه تعاود لنا يلغى على هذا هالشيء سمك الله سموني قديدش الميلود يلغى لنا على يخرج لنا عاود لنا كاداس تخرج يعاود يخرج لنا كاداس ونحضروا هنا كاع ونجيو لنا الوثائق واللي عنده خطوه يديها يعني شي الخطوه اللي كان شاري عليه واحد يبينك وقتها ويكونوا صحاح
وما ناش شايفينهم حنايا انا يعطيني غير كواغطي اللي سالهم اللي شاريهم بوبا وصي ما يحوسناش صح. مثلا نقولوا في هذا الكوارط راهم خرجوكم ما راهم دركا واش يبغى يدير؟ احنا هذا الكوارط من رانا نعاود تضمون ديك شوالي واحد اخر ولا ثبتوا باللي تقعد هاك القضيه كيش دير؟ شوف احنا اللي ثبتت مثلا راه عند الحكومه ما غاديش تقلع عليا. ولكن الحكومه قالت لك اخويا سي بون القضيه تقعد هكا. انا نشكر ربي ما شكون لما تشتكي نشكر ربي الى الان رانا نقولوا نشكر ربي. لا هذه دخلت عند القاضي وقلت له يا سيد القاضي انا نشتكي ربي. لا شكوى لله. قال لي خلينا ندي لك حاجه. هو ماشي انا احنا نقولوا الشكوى لله. سبحانك. شكوى لله. شكوى ربي صادي. شكوى لله. شكوى ربي. احنا اش تواجدنا نطلبوا من هذا سيدي الوالي يوثقنا على الصوالح هذه. ما بالقوضه تاع سعيد راه كاين نزاهه ولا غير كاين هم يخدموا. هم تبدلت الحياة ولا هم يخدموا. احنا ان شاء الله عاود العدالة نتاع سعيدة تاني تعاود دير تحقيق. هاي يا تريبي هاي الحمد لله هاي بدأت تشتي وتطيح. ها الحاج احنا ان شاء الله كما قال نتمنى لكم الخير والصحة والعافية والشتا راه يطيح مش يجيب لكم الخير. يا مرحبا بكم انتم وجه نتاع خير راكم تتبعوا المساكين وتحضروا على حاجة نتاع الخير وربي جابكم الخير. اي روح من الكاميرا دوك تطفى روحوا لي من الجماعة. الحقنا لهذه الحلقة تاع اليوم تاع برنامج الدوار كنا متواجدين في ولاية سعيدة بالضبط المكان المسمى مولاية تهاميد تقبلك بلدية سيدي بوكر أيه نقولكم تبقوا على خير. مرحبا بكم عدو يا وجه الخير يا اللي صار فيكم التير ودخلتكم لزافير ما عرفتوها من عند الوالي. لا الوالي خاطئ ولا المير برنامج دوار كنا غبرت لقى بكم غدا في نفس التوقيت قناة